واخيرا هجرب ولقيت ورق العنب الجاهز. طبعا انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم في تجربه ورق العنب. العلبه الصغنونه دي، العلبه الصغنونه دي 280 جرام، والوزن الصافي لورق العنب 240 جرام. العلبه دي ب 60 جنيه. ده انا لو جبت ربع كيلو ورق عنب هيعمل لي حله قد كده ومش هيكلفني 60 جنيه دي. وعايزه اقول لكم العلبه دي انا ما جبتهاش بسهوله، العلبه دي تعبنا جدا لحد ما نجيبها. اي حد اقول له دور لي على ورق العنب، لو لقيت ورق العنب هاتولي. الحمد لله وصلت لورق العنب. ده شكل ورق العنب، محطوط كده خمس صوابع، والصوابع شكلها صوابع محترمة يعني. 10 صوابع يا بلاش، 10 صوابع ب 60 جنيه. واه حاجة كمان لفتت نظري، ان الزيت اللي محطوط فيه ورق العنب ده زيت صويا. يعني دي اول حاجة كده قفلتني منه، بس قلت يلا مش مشكلة، احنا مش هناكله كل يوم، اجرب بقى. ادوق بقى، بسم الله. هو ده ورق العنب بتاعنا، يعني ده ورق العنب المصري، ولا ده المفروض ان ورق عنب مثلا بتاع بلد تانية احنا مش عارفينها؟ هو مش مكتوب عليه حاجة غير محشي ورق عنب بالارز والاعشاب، بس هو كطعم ملوش علاقة خالص بورق العنب اللي احنا عارفينه. انا عايز افتح واحدة كده واشوف ايه الحاجات اللي جواها. هو ده المفروض الرز، ده بصل. لما فتحتها كده يعني احنا عارفين لما بنفتح اي محشي اي ورق عنب بنلاقي خلطة المحشي اللي هي المفروض اللي بتدي طعم. الرز مهري على الاخر اهو، مش شايفه اي دليل على ان ده محشي ورق عنب غير ورق العنب. طيب ممكن اديله فرصه تانية بدبس الرمان، لان طبعا ورق العنب من الحاجات اللي بيبقى حلو جدا بالليمون ودبس الرمان. افتح الازازه شويه دبس رمان، ناخد ورق العنب ونزله في دبس الرمان. بسم الله. بصوا هو طعمه مختلف، يعني انا مش عايزه برضه اظلمه كطعم. هو انا لو قارنته بورق العنب اللي احنا بناكله هظلم ورق العنب ده، لكن انا لو كلت ده على انه ورق عنب، على انه حاجه جديده بطعم جديد، مش هقول ان طعمه وحش لانه مش وحش. انا بالنسبه لي لو هو ده هقارنه بورق العنب المصري فلا طبعا هو ملوش علاقه، لكن كحاجه جديده ورق عنب جديد من اي بلد انا مش عارفاه، هي ممكن يخترعوا بقى اي بلد او يقولوا ده بتاعها، فانا بالنسبه لي هيبقى طعم جديد ومختلف وممكن اتقبله، لكن انا مش هتقبله خالص لو ده ورق العنب المصري بتاعنا، لا ملوش علاقه بالورق العنب.